نشكر الله من أجل الحياة. كثيرون فقدوا حياتهم اليوم، ربما في هذه الساعة. أنا خسرت 2 بهالأسبوع، ابن خالي وابن عمتي. ابن عمتي شحادي الحلبي ببيروت بلبنان، وابن خالي في جنيفا نيويورك. لذلك دائما لازم نشكر الله من أجل الحياة، ونستعمل هالحياة لمجده لخدمة الآخرين. نحن هنا في برنامج بشرى السلام في تلفزيون LLBN يسرنا أن نرحب بكم أيها المشاهدون الكرام، وأنتم هنا الحضور، وأرجو أن تكونوا أنتم مسرورين أيضا بالبرنامج. والحقيقة غايتنا هون إن نمجد الرب ونرفع المسيح عاليا روحيا وصحيا واجتماعيا. فشكرا لكم أيها الأعزاء لأنكم تشاهدون هذا البرنامج، ولأنكم تساهمون عمليا بتقديم المساعدة بسخاء لكي هذا البرنامج يستمر ويدوم ويهيئ هذا العالم إلى مجيء الرب، لأن مجيء الرب قد اقترب. المشتركون هنا، شكرا للأخ ريان، سيد ريان، والترنيم سيكون بقيادة السيد بسام والسيدة جرمين. سوف نصلي لكي يبارك الرب هذا الاجتماع. برنامج الصحة الجيدة المفيدة ستقدمه الدكتورة وايز، والأخ ريان، سيد ريان، سيلعب على البيانو موسيقى جميلة جدا. قصة الأطفال من الآنسة رنا، والقراءة من السيدة أرشلوس، والعزة من صديقي الزميل القس جورج خوري. سوف نستمع إلى ترنيمة وصلاة وموسيقى ختامية. دعونا نفتح كتب الترنيم إلى الترنيمة رقم 13، الترنيمة 13، إن جود الله يدعو للسرور. نرنم البيت الأول والثاني والثالث. والهول الموجب
مشيم بركة الرب قد شاكرا بركة الرب قد شاكرا وترب جدي حتى في العنا كل صبح ومساء ذاكرا جوده السامي بحمد دعونا نصلي. إلهنا القدير لك الحمد والشكر لأنك إله محب وتريد جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ساعد يا رب هذا العالم لكي يعرف أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ليكون رئيس السلام ليكون مخلص العالم. ونحن هنا في هذا البرنامج بشرى السلام نعمل ونتكلم لكي نرفع المسيح عاليا. نحن نعلم يا إلهنا حسب ما نرى ونسمع ونشاهد في هذا العالم بأن مجيء الرب قد اقترب، وندرس في الكتاب المقدس أن كل هذا قد علمنا إياه المسيح وذكرنا لكي ننتبه. فنرجو الروح القدس أن يبكت الجميع ويوقظ الجميع كي يعرفوا أنك هنا قريب وعلى الباب. فساعدنا يا رب في هذا البرنامج لكي كل شيء يقول لمجد اسمك. وأطلب خاصة لكي تكون مع خادمك القس جورج خوري وتقود كل كلمة لكي تبني ولكي تشجع ولكي تعرف العالم عن الله الحقيقي وعن يسوع المسيح. نطلب هذا باسمه الكريم، آمين. لربما سمعنا القول إن العقل السالم خسارته أمر فظيع، فهل هذا ما تفعله المخدرات؟ إننا نسمع الكثير عن الفائدة الطبية للماريجوانا، إن كان لمعالجة الغثيان الناتج من المعالجة بالكيموثيرابي، أو لمعالجة أنواع خاصة من الصرع، أو لتخفيف آلام المرض العصبي المالتيبل سكليروسيس، أو لتزيد الشهية واسترجاع الوزن للمرضى المصابين بالسرطان أو الإيدز. إن تعاطي الماريجوانا للفائدة الصحية أعطى الانطباع للشبيبة وأهاليهم بأن تعاطي الماريجوانا ليس أمراً خطراً، ولو أنها من المخدرات ولكن أمينة للاستعمال. هل هذه حقيقة أم خدعة؟ اخترت أن أوجه حديثي لهذا المساء بالأخص للشبيبة ووالديهم. في الولايات المتحدة 23 مقاطعة وواشنطن دي سي قد سمحوا باستعمال ماريجوانا للأغراض الطبية. كاليفورنيا كانت من الأوائل للسماح في الاستعمال الطبي، ثم 4 مقاطعات وواشنطن دي سي مسموح استعمالها لغاية الاستجمام والترفيه. في إحصائية أجريت عام 2006 للشبيبة الذين تتراوح أعمارهم 12 سنة وما فوق الذين دخلوا الماريجوانا يومياً كان عددهم حوالي 3 ملايين، بينما في إحصائية أخرى أجريت عام 2012 كان عدد الشبيبة الذين دخلوا الماريجوانا فوق 5 ملايين، وإن 1 من كل 15 من طلاب الثانوية السينيورز يتعاطى الماريجوانا يومياً. لكي نقدر أن ننصح أولادنا علينا أن نعرف بعض الشيء عن الماريجوانا. إن نبات الماريجوانا مكون من حوالي 400 مادة كيميائية، وأهمهم مادتين. أولهم تدعى CBD وهي ذات المفعول الطبي،
وثم الكيميائي الرئيسي وهو الـ THC الذي يؤثر على الصحة النفسية. عندما تدخن الماريجوانا فإن المادة الكيميائية الـ THC تمتص من الرئتين إلى الدم ومنه إلى الخلايا الدماغية وللأم الحامل إلى المشيمة والجنين. إن الماريجوانا أو الحشيشة تؤخذ بعدة أشكال، تدخن كسيجارة، تستنشق كسيجارة إلكترونية، تؤكل إن وضعت في الكيك أو الكوكيز، تؤخذ كحبوب، وثم من أهم وأخطر الأمور هو ما يدعى الدابينج، وهو استنشاق بخار مركز من الماريجوانا والTSC. وطبعاً كيفية تعاطيها يقرر سرعة تأثيرها، فإن أكلت تستغرق 2 إلى 4 ساعات، وإن استنشقت تستغرق فقط 30 دقيقة لكي يصل مفعولها إلى القمة، وهذا ما يعطي النشوة أو الهاي. ما هو التأثير العام والمباشر للماريجوانا على الجسم؟ احمرار العينين، خفقان القلب، ارتفاع الضغط، السعال وتغيير المزاج، البهجة الوقتية، فقدان الذاكرة ذات المدى القصير، قلة الانتباه والتحكم، فقدان التوازن وتنسيق الحركة، تشويه الإدراك وتغيير الوعي. تعاطيها على المدى الطويل يؤدي إلى الكآبة، القلق، قلة النشاط، الأعراض النفسية والإدمان. كيف تؤثر وماذا تعني هذه الأعراض في الحياة اليومية للشبيبة؟ المدرسة، من الصعوبة للطالب أن يفكر، يركز أو أن يتذكر كيف يحل أسئلة الرياضيات، وكلما زاد استعمال الماريجوانا كلما قلت الدرجات. يفقد الرغبة في المدرسة والدراسة والألعاب الرياضية. مشاكل شخصية مع الأصدقاء، يزداد التغيب عن حضور الصفوف، ومنهم من يترك المدرسة والدراسة كلياً. ماذا عن السياقة؟ إن تعاطي الماريجوانا يؤدي إلى قلة الانتباه واختلال في التحكم، بطء في رد الفعل، ونقص الإدراك البصري. إحصائيات حديثة من قبل CDC تدل بأن تناول الكحول والسياقة في انخفاض، بينما السياقة تحت تأثير الماريجوانا والحوادث المميتة من قبل هؤلاء السواق هم في ازدياد. التأثير ذات المدى الطويل على الصحة، إذ أن الشبيبة جسمهم وعقلهم في دور النمو والنضوج، وكل ما يدخنوه له تأثير كبير على صحة الرئتين والدماغ. الإدمان، إن الشخص يعتقد أنه مسيطر على الأمر ويقدر أن يتوقف عن تعاطي الماريجوانا متى ما شاء، ولكن هذه خدعة. ولما يكمل الشخص في تعاطي المخدرات فإن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار في الحياة العائلية والعملية، مدخول قليل، وعدم القابلية للإنجاز والتقدم. البحوث تدل بأن الوالدين أقوى تأثير على أولادهم من ناحية تعاطي المخدرات، وأن الأولاد الذين سمعوا من والديهم عن خطر المخدرات يكونوا تعاطيها أقل من الذين لم يسمعوا. إن الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس تقول بأن الوالدين هم أول وأحسن محافظ للولد من المخدرات. إن اندماج الوالدين مع أولادهم في حياتهم اليومية ومعرفتهم ما يفعله الأولاد داخل وخارج المدرسة ومن هم أصدقائهم، وغرس فيهم قيم أخلاقية عالية، وإن تعدي هذه القيم لها نتائج وخيمة. كل ذلك يزيد احتمال بقاء الأولاد صامدين ضد استعمال المخدرات. تضيف الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس بأن على الوالدين أن يكونوا قدوة حسنة لأولادهم في كل الأمور، وبالأخص التدخين، الكحول والمخدرات، لأن يوماً ما سيتبعون مثالهم.
كتب الرسول بولس إلى زميله تيطس يقول: أول أحداثه أن يكونوا متعقلين، مقدماً نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة. وشكراً. قصتنا اليوم يا صغار يا حلوين تحكي عن ولد اسمه جورج. جورج كان يبحث عن حذائه. في أحد الأيام كان يبحث عن حذائه، كان يبحث بكل الغرفة، تحت السرير، بالدولاب، في كل مكان بالغرفة، ولكن لم يجد الحذاء. فأتت ماما وقال لها: ماما، هل وجدت حذائي؟ لا أعرف أين وضعته. فقالت ماما لجورج: هل صليت يا جورج؟ فجورج لم ينتبه على ماما، استمر في البحث عن الحذاء. فسألته ماما مرة أخرى: جورج، هل صليت ليسوع حتى تجد الحذاء؟ فرفع جورج رأسه وقال لماما: ماما، إنه أمر تافه وبسيط، لا أفكر أن يسوع لديه الوقت الكافي ليهتم بهذا الأمر التافه وسيسمعني أن أصلي من أجل هذا الموضوع. ولكن وهو يحدث أمه بهذه الطريقة شعر أنه عمل شيء غلط، فقال: أنا متأسف يا ماما، لأن أمه عودته أن يصلي من أجل كل شيء دائماً. فقال: أنا متأسف يا ماما. فماما أخذته وحضنته وجلسوا على المنام وقالت له: سأسألك سؤال، عندما تذهب عند جدتك
تريد شيء من المخزن، كيف تنزل إلى المخزن؟ قال أنزل بكل خوف وبانتباه وببطء، لأن لا يوجد أضوية على أطراف الدرج وهو منحدر قليلاً. فقالت له لماذا؟ قال أخاف حتى لا أقع وأنتبه إلى أسمع وقع أرجل جدتي، لأني أخاف لا أقع. قالت له ولكنك لم تقع ولا مرة. قال نعم ماما صحيح. قالت له وسأسألك شيء آخر، الدرج الذي عندنا في البيت هو محكم أكثر وتنزل وتصعد آلاف المرات خلال الأسبوع عليه، ولكن أتذكر الأسبوع الماضي وقعت على الدرج مع أنه يوجد أضوية وهو محكم وغير منحدر، ولكنك وقعت من عليه. قال صحيح ماما، ولكن جورج كان يفكر بالدرس الذي يريد أن أمه أن تعطيه له، لأن كانت تقصد بشيء معين حتى تعطي درس لجورج. فقالت لجورج نتعلم من هذا الشيء أنه حتى الأشياء، هذا الدرج العادي التافه وقعت عليه، بينما الدرج كان شديد الانحدار ولا يوجد أضوية لم تقع عليه. فنتعلم كذلك من حياتنا، يجب أن نصلي من أجل كل شيء، أوقات نصلي من أجل الأشياء الصعبة، المشاكل الكبيرة نقلق ونصلي دائما إلى الله بكل حرارة، بينما الأشياء العادية نقول إنها تافهة وأمور عادية لن أصلي من أجلها. فقال لها أتقصدين بهذا المثل هو بالحذاء؟ قالت له نعم الحذاء. قال لها حسنا يا أمي سأصلي من أجل حذاء، مع أني تأخرت على باص المدرسة ولكن سأصلي وأنا متأكد يسوع سيسمعني. فالدرس الذي نتعلمه هو أن نصلي دائما ليسوع، وهو يحب أن يسمعنا دائما، أن نتكلم معه إذا كانت أمور عادية أو كبيرة، هو يرغب أن نصلي دائما ونكون باتصال مع يسوع وهو يستجيب لنا. وهناك لافتة جميلة نراها في الشارع، في قسم من الشوارع، وتقول الصلاة تغير كل شيء، وبالفعل عندما نصلي يتغير الكثير من الأشياء في حياتنا. وتقول الآية في فيليبي 4 الإصحاح الرابع العدد السادس، لا تقلقوا من جهة أي شيء، بل في كل أمر لتكون طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. آمين. نقرأ من إنجيل متى الإصحاح 27 والعدد 50 و51. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. يبارك الرب الكلمة. يوحنا الحبيب بواسطة الإلهام الإلهي والوحي كتب 5 كتب من العهد الجديد، كتب إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا وثلاثة رسائل، يوحنا الأولى ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة. في يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثامن آية من كلمتين فقط، الله محبة. وهذه المحبة أيها الأعزاء نراها جلية في كل مكان في الكتاب المقدس، في العهد القديم وفي العهد الجديد، إذ يتكلم عن الوصايا العشر، يقول هذه الكلمات في لاويين الأصحاح 19 والعدد 18،
يقول تحب قليبك كنفسك. وفي تثنية الأصحاح السادس والعدد الخامس يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. وعندما كان يسوع هنا على الأرض سأله أحد الأشخاص الملمين بالناموس ناموسه في إنجيل متى أصحاح 22 والأعداد 34 إلى 40 أي وصية يا معلم هي العظمى في الناموس؟ أراد أن يجرب المسيح وأجابه يسوع عما ذكر في لويين وتثنية. قال له الوصية الأولى أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، والثانية مثلها أن تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس والأنبياء. إذن أيها الأعزاء، الوصايا العشر هي ركيزة وقاعدة الحكم لله تعالى الذي هو محبة. وعندما أخطأ أبوان الأولان، الله أعطى لآدم فريضة التقديمات، فريضة الذبائح، وأخبره مليا بأن دم تلك الذبائح هي التي لا تخلصه، لكن إيمانه بمن سيأتي ليخلص البشر يجعله يقدم ذبائح. فإذا الإيمان الذي يظهره الإنسان بهذه الطريقة يذبح يقدم ذبيحة. ثم بعد ذلك أيها الأعزاء في التكوين الأصحاح السابع عشر نجد بأن الله عمل عهد مع إبراهيم. مع إبراهيم عمل عهد، عهد الختان. ولاحظوا ماذا قال له عن عهد الختان، قال فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. العهد الذي عمله الله مع إبراهيم عهد أبدي. وتمر السنين في كما تكلمنا قبل خروج بني إسرائيل من مصر بعيادة موسى، الضربة العاشرة كانت قتل الأبكار من حيوانات ومن بشر إذا لم يرشوا الدم على العتبة، وهذا يسمى عيد الفصح. وأخبر الكثير في سفر خروج الأصحاح الثاني عشر عن هذا العيد، عيد الفصح. أولاً هو فصح للرب، ويكون الشهر الأول من السنة بالنسبة للرزنامة الدينية، وكان ذلك الشهر شهر أبيب أي نيسان. إذن الشهر الأول للسنة الدينية تكون في شهر نيسان. ولاحظوا أيها الأعزاء ماذا قال له، في أول يوم من سبعة أيام يأكل فطير وينزع الخمير من بيوته، ما يخلوا أي خمير في البيت. ويوم السابع أيضا خلال كل الأسبوع يأكل فطير. وأيضا قال لهم هذا اليوم عملا ما لا تعملوا. في اليوم الأول عملا ما لا تعملوا، وفي اليوم السابع عملا ما لا تعملوا. ثم قال الله أيضا لإبراهيم بأن هذه الفريضة في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. إذن الختان كان فريضة دهرية، وهنا عيد الفصح كان فريضة أبدية. أيها الأعزاء، أعطى الله في سفر اللويين
أصحاح 23 عدة مواسم فيها بني إسرائيل يعيدون للرب. أولاً عيد الفصح تكون فريضة أبدية، فيها في اليوم الأول خلال الأسبوع لا يعملوا عمل، وفي اليوم السابع ما يعملوا عمل. قد يكون اليوم الأول يوم اثنين أو يوم الأحد أو يوم ثلاثة، تاني السنة يكون يوم مختلف، لكن كمان هذا اليوم أي يوم في الأسبوع يكون. لاحظوا معي الأعزاء، يأتي مرة في السنة عملاً ما لا تعمله. وفي نفس الأصحاح لاويين أصحاح 23 عدة مواسم أعطاها الله لهم، وأود أن أذكر عن يوم الغفران، يوم الكفارة. يقول: وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة. العاشر من الشهر السابع أي في تشرين الأول، في أو أكتوبر يكون عيد الكفارة. ماذا يحدث في عيد الكفارة؟ الله أعطاهم تعليمات، كان البناء مقسوم إلى اسمين، اسم يسمى القدس والقسم الآخر قدس الأقداس. في القسم الأول القدس يذكر ماذا موجود فيه، وعندما كما الله أخبر آدم الخاطئ يأتي بذبيحة، إذا كان غني بيجيب خروف، إذا كان حالته متوسطة بيجيب جوز يمام، المهم يكون هذه الحيوانات طاهرة ما فيها أي خطأ أي بشعة أي مرض أي علة، ويعترف بذنبه ويذبح ذلك الحيوان، والكاهن يرش من دم ذلك الحيوان الخروف اليمام في البيت الأول المكان الأول القدس. بطريقة رمزية ذلك الشخص الذي اعترف بذنوبه وبخطاياه يذهب إلى البيت مرتاح البال. خطيته انتقلت على الخروف، وعندما ذبح الخروف هالخطية انتقلت للدم، والدم رش في المكان اللي يسمى القدس. لكن مرة في السنة في حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس، مرة في السنة رئيس الكهنة بعد أن يقدم ذبيحة عن خطاياه يدخل إلى قدس الأقداس لكي هذه الخطايا التي تراكمت على مدار السنة يكفر عنها، وهذا اليوم اسمه يوم الكفارة. لاحظوا معي أيها الأعزاء ماذا يقول عنه. قال في هذا اليوم، أي يوم؟ العاشر من الشهر السابع. إذن قد يكون أي يوم في الأسبوع، لكن يأتي مرة في السنة أيضا، يمكن يوم الاثنين، يمكن يوم الخميس، يمكن إذا إجا ساعة بيوم السبت بسموه يوم مضاعف، لأنه يوم السبت هو الوصية بوصايا الله العشر، وساعب كمان هلأ هالفريضة تجي يوم السبت، فهذا شيء خصوصي. إجا كأنه عيدين، يوم السبت عيد المبارك يوم الرب المقدس، والعيد كمان إجا يوم السبت. فقال لهم: عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. في هذا اليوم عمل به ما تعملوا. ثم تابع: إن كل نفس لا تتدلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها. ثم تابع يقول: عملا ما لا تعملوا
أيضا فريضة، فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. والآية بعد تتابع: إنه سبت عطلة، سبت عطلة لكم فتدللون نفوسكم، من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم. بيكون يوم الأربعاء لكن كمان هذا سبت لكم، هذا يوم راحة ما تعملوا فيه أي شيء، هذا يوم الكفارة. أيها الأعزاء، لاحظوا عن هذه الفرائض التي أعطاها الله للشعب كي يقوموا بها. الآن نلاحظ بأن هنالك فرق بين وصايا الله العشر والوصايا الطقسية. وصايا الله العشر الله كتب بأصبعه، كتب على لوحي حجر ووضع داخل تابوت العهد. أما الفرائض الأخرى والأعياد والطقوس وغيرها كما سأذكر كتبت، كتبها موسى وكتبها في ملف أو في كتاب ووضعت بجانب التابوت. فإذا خلينا رجاء من نخلط برتقان مع تفاح. الوصايا العشر هي وصايا الله يلي عليها كل واحد منا سيدان. الفرائض فريضة دهرية، فريضة أبدية كما نلاحظ، وأعطاهم أيضا قوانين عديدة. بينما كانوا آلاف وآلاف من البشر ذاهبين في صحراء سيناء خيم بحد بعضها، بالإضافة للحيوانات اللي معهم، أعطاهم قوانين عن النظافة، أعطاهم قوانين عن الصحة، أعطاهم قوانين مدنية إذا جد شيء خلاف بالغلط، واحد قتل قتيل بالغلط، واحد جرح شخص لا سبب، يقول عين بعين وسن بسن. هذه فرائض مدنية. يا ترى ماذا حدث لهذه الفرائض وهذه الطقوس وهذه الأعياد؟ القراءة التي قرأت على ما سمعنا موجودة في إنجيل متى، إنجيل متى الأصحاح 27 والعددين 50 و51. في متى 27 نقرأ: عندما كان يسوع المسيح على الصليب، يسوع معلق على الصليب، عدد 50 يقول: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. يسوع قدم نفسه لفداء البشرية، صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. والآية اللي بعدها لاحظوا أيها الأعزاء: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. حجاب غالبا بنشق من تحت لفوق، مش معلم علق الحجاب، لكن هنا يقول حجاب الهيكل انشق من أعلى إلى أسفل. شو علاقة أيها الأعزاء الجلجثة بالهيكل؟ ماذا كان يقدم في الهيكل من أعياد وطقوس كانت تشير وترمز إلى المسيح؟ وعندما يسوع أسلم الروح، هذه الفرائض كلها أبطلت وأزيلت. أتى المرموز إليه فلا حاجة إلى هذه الذبائح ولا حاجة إلى هذه الأعياد، لأن يسوع هو الكل وفي الكل التي كانت ترمز إليه هو قد أتى. لاحظوا معي يا الأعزاء، هلأ بينما انتشرت الكنيسة المسيحية كما نجد في سفر الأعمال، القديس بولس جال 3 جولات تبشيرية في مناطق عديدة
يلي من الأمم، ما كانوا من أصل يهود، وكان يوعظون عن المسيح. المسيح سلم حياته، المسيح قدم نفسه على الصليب، وكان ناس يتقبلوا المسيح ويؤمنوا فيه وصاروا متجددين فرحانين بهالاختبار يلي حدث إلهم. إنما من اليهودية كان في بعض من أصل يهودي وآمنوا بالمسيح، هن يهود وآمنوا بالمسيح، لكن كانوا يفرضوا الناس لازم يحفظوا الأعياد، يحفظوا هالطقوس. فكانوا يعرفوا وين القديس بولس ألقى اجتماعات، أين عقدت كنيسة، أين تشيد كنيسة في مؤمنين، كانوا يذهبوا لذلك المكان، وكانوا يجيبوا مشاكل للمؤمنين الفرحانين باختبارهم مع المسيح، وقالوا لهم بولس ما أعطاكم كل الحق، أنتوا لازم الكتاب بيقول هذه فريضة أبدية، هذه فريضة دهرية، هذه على طول لازم نقوم فيها. فهؤلاء المؤمنين كانوا يكتبوا للقديس بولس أو يذهبوا يسألوه، نحن صرنا شخشبين شو نعمل؟ القديس بولس كان يجيب لهؤلاء المؤمنين الذي هو كان العامل في جلبهم للحق من الوثنية، من عبادة الأوثان والأصنام إلى قبول المسيح. لاحظوا معي يا الأعزاء في رسالته إلى أهل أفسس، أفسس الأصحاح الثاني، لاحظوا معي أيها الأعزاء ماذا يقول. يكتب للمتجددين المؤمنين اللي قبلوا المسيح يلي أصلوا الأمم، لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة مش مختونين، من المدعو ختان، من اليهود اللي الله أعطي لإبراهيم فضيلة الختان، مصنوعا باليد في الجسد، ختان في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح. هودي الوثنيين الأمم كانوا بدون مسيح، كنتوا أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم ولا بلا إله في العالم. ثم لاحظوا أيها الأعزاء يتابع لهؤلاء المتجددين اللي عم يسألوه، لأنه هو سلامنا الذي جعل اثنين واحدا، اليهودي والأممي بواسطة المسيح. المهم المسيح يعني كل شيء لكل إنسان، يجعل الاثنين واحدا، ونقض حائط السياج المتوسط، الشيء اللي كان السياج شاله من الوسط، حجاب الهيكل قد انشق، لا حاجة للفرائض، لكن المسيح هو الكل وفي الكل، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، مبطلا الفرائض مش الوصايا العشر. ثم ايضا في رسالته الى كولوسي، في رسالته الى اهل كولوسي ايضا الاصحاح الثاني، اقرا هذه الكلمات، كولوسي الاصحاح الثاني، يقول القديس بولس انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس. انتبهوا، هؤلاء جايين عم يتفلسفوا عليكم، لكن قال لهم حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. أنا خبرتكم على المسيح وهو الكل وفي الكل، انتبهوا كونوا حريصين ما تسمعوا لأي شيء تاني، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. ثم يقول لهم وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه
مسامحا لكم بجميع الخطايا. انتوا كنتوا من الامم وثنيين ما بتعرفوا اي شيء، لكن هلا سمعتوا عن المسيح وغفركم كل خطاياكم، غفركم كل ماضيكم. انظروا ما حدا يغشكم ويخدعكم بفلسفه، بتقاليد، باشياء تافهه. لازم تحفظوا هالفرائض التي كانت تشير وترمز الى المسيح، والمسيح في موته قد ابطلها. ثم يقول، لاحظوا معي، اذ محى الصك الذي علينا في ماذا؟ في الفرائض. بعيدة مرة ثانية، في العهد القديم رأينا أنه الله أعطى لإبراهيم فريضة أبدية، لموسى فريضة دهرية، فرائض. لكن هنا لأنها كانت تشير وترمز للمسيح الذي صلب، لهذا السبب يقول إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. هذه كل سمرة يسوع، أبطلها، أزالها. ثم يتابع أيها الأعزاء، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب، لأنه الآيات لها علاقة بالأكل والشرب، مختمر وغير مختمر، وما يخلوا خميرة ببيوته، ما يسمحوا لأي خميرة، لأن الخميرة ترمز للشر. لا، أنتوا لازم تحفظوا عيد الفصح. ماذا قال القديس بولس؟ هو فصحنا. وهنا ثم يتابع، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. سبت الأعياد اللي بتوجي يوم اثنين أو ثلاثة أو الأربعة، مش السبت الوصية الرابعة التي فيها عندما الله خلق العالم واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه، وهي الوصية الرابعة من الوصايا العشر. ثم يتابع، أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. آية أخرى أيها الأعزاء نجدها في سفر العبرانيين، عبرانيين الأصحاح التاسع، كمان يتكلم عما كان يحدث في البناء في القدس وقدس الأقداس، ويقول ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض. كان في فرائض يعملوها، الخاطي يجي ويعترف بخطيته، والكاهن يذبح الذبيحة إذا كانت خروف أو يمام، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخمسة تعدبة. ثم يتابع يقول كيف رئيس الكهنة مرة في السنة كان يدخل داخل الحجاب الذي يفصل بين القدس وقدس الأقداس لكي يكفر عن كل الخطايا التي تراكمت على مدار السنة. ثم لاحظوا أيضا ماذا يقول أيها الأعزاء، إذ يتابع في كاتب العبرانيين في الأصحاح التاسع، يقول الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح. لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي وهي قائمة على ماذا؟ وهي قائمة بأطعمة وأشربة، مختمر وغير مختمر، وغسلات مختلفة، وفرائض جسدية، ختان بين الختان والغرلة، وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. ولهذا السبب يقول لنا أيها الأعزاء يعقوب الرسول، هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تدانوا بناموس الحرية. والآية الأخيرة التي أود أن أقرأها من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا، الأصحاح الخامس وعدد 14، يقول
لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل. ما هي الكلمة؟ كما ابتدأنا، تحب قريبك كنفسك. أيها الأعزاء، المحبة تشمل كل شيء. يسوع الله محبة، ويقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ونحن إذ نحب الله من كل قلوبنا ونحب أخينا الإنسان كأن، لأن الوصايا العشر كلها مختصرة بمحبة، لأنه عندما بحب غيري ما بحسد اللي عنده، ما بقتله، ما بشتهي اللي عنده، ما بزني، بكتفي باللي عندي، ما بشهد بجذور، بكون عم بحفظ هذه الوصايا ليباركنا الرب حتى يكون هو الكل في حياتنا. واللي بتسمعوا أينما كنتم أيها الأعزاء، أرجوكم أن تأخذوا هذا الشيء كأنني أتحدث من قلبي إلى قلبكم، وأن تطالعوا هذا الموضوع بكل تدقيق، وليبارك الرب حتى تكونوا مخلصين مع أنفسكم. ترنيمتنا الختامية رقم 99، إن قلبي ليس يهوى. ترنيمة رقم 99. نصلي. أيها الرب الإله، نشكرك من أجل هذه المحبة التي أحببتنا بها، إذ يسوع أتى وقدم نفسه لكي يرجعنا إلى الأمجاد السماوية ثانية، تبنانا، خلقنا وفدانا. ساعدنا حتى نقدر هذه التضحية بتسليم حياتنا له. بارك كل من استمع إلى هذا الموضوع، إلى هذا البرنامج بكامله، وساعدنا حتى لا نرتاح قبل أن نقرر ونصمم بأن نريد أن نكون لك مهما كلف الأمر، لأن نسأل هذا مع غفران خطايانا باسم من فدانا يسوع المسيح. آمين.